ينبغي تأكيد بأنه رغم التراجع الكبير في الموارد المالية للبلاد والزيادة المعتبرة في الإنفاق، ولقد قدر إجمالي اعتمادات ميزانية المخصصة لقطاع الصحة بمبلغ 527 مليار، ولقد خصصت الدولة اعتمادات مالية كبيرة لاقتناء منتجات صيدلانية موجهة لمكافحة وباء كورونا. بعد وضع حيز الخدمة مؤسسات صحية جديدة، تم فتح بعنوان السنة المالية 2021 25.780 منصب